الشعور الاساس ل عرض زي الصدفيه او عرض زي الاكزيما هو الافتقاد. انا مفتقد مفتقد انسان اخر انا مرتبط بيه او مرتبطه بيه عاطفيا. طب ما في امراض جلديه كتير. ايه بقى اللي بيميز الامراض عن بعضها؟ طبيعه الافتقاد. طبيعه الافتقاد. فالشعور أو الشعور المرتبط بالصدفية هو أنا بفتقد إنسان بحبه جداً. بفتقد إنسان بحبه جداً ومش قادرة أو مش قادر أتعامل معاه. مش عارف أتعامل معاه. مش عارف كل ما أحاول أتعامل معاه بأي شكل إن كان ألاقي نفسي مش قادر أتعامل مع هذا الإنسان. والشعور اللي ورا الاكزيما ان انا مفتقد شخص بحبه جدا ومش عارفه او مش عارف اقرب منه وابقى لا يعني ببساطه وكاني ملتصق بيه مش عارف اقرب منه مكان الصدفيه ومكان الاكزيما بيعكس الشعور ده بيتحس ازاي